يقول: هناك من العوام من يستغيث بالأولياء والصالحين. هناك من العوام من يستغيث بالأولياء والصالحين، فهل يعذر بجهله في هذا الأمر؟ الشرك ما له عذر، لأنه واضح في القرآن، التوحيد والشرك والأمر بالصلاة محافظة عليها، الأمور هذه واضحة ما تخفى، إنما يعذر بالأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان وسؤال أهل العلم، هذه يعذر بها بالجهل. أما الأمور الظاهرة كالشرك، كالتوحيد والشرك والصلاة والصيام أركان الإسلام، والأمور الظاهرة هذه ما هي خفية حتى يعذر فيها بالجهل. نعم.